السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد هارون من شركة بروج العقارية. اليوم راح نصور لكم شقة 3 غرف صالة مساحتها 160 متر مربع في منطقة يومرة في مجمع بروج ريزنس. طبعا منطقة يومرة معروفة بالخدمات القريبة منها جواهر مول وأيضا غيرها من الخدمات. من الخدمات المتوفرة داخل المجمع عندنا مواقف سيارات مغلقة ومفتوحة، بالإضافة إلى مسبح مغلق وملاعب رياضية. تعالوا معنا نشوف الشقة على أرض الواقع. بسم الله، الآن وصلنا الدور الخامس. طبعا الشقة 3 غرف صالة مساحتها 160 متر مربع. الآن احنا في المدخل الموزع الرئيسي. عندنا على اليسار هنا مكان الدولاب، دولاب الأحذية الله يكرمكم مع العبايات. بعدها على يسارنا عندنا الصالة، تفضلوا نشوف الصالة. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة كبيرة للصالة، تقريبا 30 متر مربع. عندنا في الواجهة الأمامية زي ما انتم شايفين إطلالة جميلة على البحر، إطلالة بانورامية. وبعدها نتوجه للبلكونة. طبعا هذه البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحة أيضا جيدة للبلكونة تقريبا 3 × 3.5، لها إطلالة جميلة على البحر أيضا. وبعدها نتوجه للمطبخ، تعالوا معنا. طبعا زي ما انتم شايفين الدواليب راكبة، عندنا هنا مكان للثلاجة وهنا أيضا مكان للفرن والبوتاجاز. طبعا زي ما انتم شايفين الجودة ممتازة جدا. بعدها نتوجه لباقي الغرف، تفضل معنا. هنا يجينا عندنا على اليمين دورة مياه الله يكرمكم، هذه دورة مياه أولى صغيرة، مقابلها الغرفة الأولى غرفة الأطفال، ممكن مساحة معقولة تقريبا 3 × 3.5 أو أكبر، هذه هم 3 × 4. جنبها على طول عندنا الغرفة الثانية، طبعا مساحة مقاربة لها زي ما انتم شايفين. مقابلنا على طول في دورة مياه رئيسية البانيو. واخيرا نتوجه لغرفة النوم الرئيسية الماستر روم. اول ما ندخل عندنا على اليمين دورة مياه الله يكرمكم مع مروش لها، هذا خاص بغرفة النوم. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة جيدة لغرفة النوم تقريبا 18 متر مربع، بالإضافة لها بلكونة أيضا. نشوف البلكونة، وأيضا عندنا مساحة جيدة للبلكونة مع إطلالة خلفية على الطبيعة وجانبية على البحر. في نهاية الفيديو أتمنى المحتوى يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، والتفاصيل والأسعار كلها موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ودمتم في أمان الله.